شفتوا احنا كنا بالامس مستعدين، شفتونا اليوم جاهزين، وان شاء الله ناكد لكم ان بكره واللي بعده بنكون عندنا اصرار وعزيمه ان ننهي هذه الازمه في مملكه البحرين. احنا سوف ننهي هذه الازمه بشكل سلس من دون ما ناثر على الوضع الطبيعي او الاقتصادي لمملكه البحرين. صدقونا احنا نعمل بشكل يومي على زياده الطاقه الاستيعابيه للطاقم الطبي على حسب مرحلة احتواء هذه الأزمة. فهذه احنا نعمل بشكل يومي، شفتوا احنا ما شاء الله استدعينا اخواننا المتقاعدين، عندنا خطط كثيرة امامنا، بنحاول ان شاء الله باسرع وقت ممكن ان ننهي هذه الأزمة.